يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. رغم التوقف الدولي، لكن عندنا في الحقيقة أخبار كتير قوي بتتعلق بالنادي الأهلي بخلاف الأخبار المحلية والعالمية اللي أكيد هنتطرق ليها على مدار حلقة اليوم. كمان في البداية خلينا يعني نعيد على كل أم مصرية، والناس بتعيد الأم، وبنقول لكل أمهاتنا المصريين وكل الأمهات العربية كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب في صحة وسلامة وسعادة دائمة. مناسبة مهمة أكيد بالنسبة لنا كلنا. مهم كمان أن حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو بيتعلق بمنتخب مصر بما أننا برضو في فترة التوقف الدولي. لكن السؤال بخصوص اللغط الكبير والكتير اللي موجود حول شارة قيادة المنتخب، في رأيكم الأفضل أن يتم الاستقرار على أنها تكون بالأقدمية أم تكون باختيار المدير الفني؟ هننتظر إجابات حضراتكم في الجزء الأخير كالعادة في حلقة الترند، هنعرض كل إجابات حضرتكم. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يبدأ الاستعداد للمريخ الثلاثاء، الترند المحلي: مسحة طبية لبعثة المنتخب. أما في الترند العالمي: هالاند يقترب من الانضمام لريال مدريد. طيب النهاردة في بعض المباريات في مختلف الدوريات، وإحنا دايما متعودين مع حضراتكم نقول لكم كل المباريات المهمة على مدار اليوم. نبتدي بمباريات الدوري الإنجليزي، هو الدوري الأقوى بكل تأكيد. النهاردة في مباراة الساعة 5 ابتدت خلاص في هذه اللحظات ما بين ويست هام يونايتد وأرسنال، مباراة قوية جدا يعني. حتى الآن طبعا تعادل السلبي بدون أهداف. أستون فيلا هيلعب الساعة 9:30 مع توتنهام في مباراة مهمة للفرقتين وبالتحديد لتوتنهام، لأن الكلام كتير جدا حول جوزيه مورينيو وإمكانية واحتمالية رحيله عن الإدارة الفنية لفريق توتنهام. لكن في كل الأحوال احنا بنتمنى كل التوفيق للاعبين المصريين في صفوف أستون فيلا، سواء تريزيجيه أو أحمد المحمدي، الاثنين بنسبة كبيرة هيكونوا أساسي في هذه المباراة. طيب مباريات اليوم كمان في كأس الاتحاد الإنجليزي: تشيلسي مع شيفيلد يونايتد، المباراة ابتدت الساعة 3:30 العصر، تقدم تشيلسي حتى الآن بنتيجة 1-0، لسه المباراة لم تنتهي بعد. ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد أيضا مباراة قوية الساعة 7 بالليل. أما بخصوص الدوري الأسباني، ختافي تعادل إيجابي مع إليتشي، كان تعادل إيجابي في هذه المباراة بنتيجة 1-1، مباراة ابتدت الساعة 3 العصر وانتهت نهائيا. وأيضا في بعض المباريات اللي هتلعب بالتحديد في ماتشين الساعة 5:15، فياريال مع كاديش وفالنسيا مع غرناطة، الساعة 7:30 أتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيز، والساعة 10 بالليل ريال سوسيداد مع برشلونة. مباريات كمان اليوم في الدوري الإيطالي، مباراة كانت الساعة 1:30 وخلصت خلاص ما بين هيلاس فيرونا وأتلانتا، خلصت بفوز أتلانتا بنتيجة 2-0. أودونيزي مع لاتيو، مباراة كانت ابتدت الساعة 4 والتقدم للاتيو بنتيجة 1-0. سامدوريا مع تورينو، مباراة أيضا ابتدت الساعة 4 والتعادل ما زال سلبي بين الفرقتين. نفس التوقيت ابتدت فيه مباراة يوفنتوس مع بينفينتو والتعادل ما زال سلبي زي ما حضراتكم شايفين. فيورنتينا هتلعب مع ميلان الساعة 7 وروما مع نابولي الساعة 10 إلا ربع. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات والبطولات العالمية، تحديدا في أوروبا اللي أكيد المنافسات فيها بتبقى قوية جدا. لكن تفاصيل كتير قوي ومهمة كمان بتتعلق بالنادي الأهلي وبالتحديد المصابين وآخر أخبار الفريق الأول لكرة القدم وكواليس كتير هنتكلم فيها مع حضراتكم بعد الفاصل، استنونا. الجزئية الثانية وهو أمر بيتعلق بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، ودايما الحديث كتير قوي على كهربا، ودايما ناس كتير بتحاول تستغل أي خطأ للاعب علشان تذبحه علشان تخلص عليه، والكلام ده غير مقبول في الحقيقة. لكن اللي أنا حابب أقوله لحضراتكم إن كهربا بإذن الله تعالى هيشارك في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي عقب عودة موسيماني من الأجازة الخاصة به بجنوب أفريقيا. يرجع موسيماني من هنا، كهربا ينزل التدريبات الجماعية من هنا مع الفريق.
ممكن البعض دلوقتي يقول لي سؤال، هو كهربا ممكن يلعب مع الاهلي ولا خلاص الجهاز الفني شايل منه، خلاص الجهاز الفني مش عايزه؟ لا مفيش الكلام ده خالص. كهربا عنصر مهم جدا داخل صفوف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وفي اهتمام كبير انه يكون موجود. ليه بقى؟ انت دلوقتي عارف كويس قوي قوي قدرات اللاعب ومدى اهميته الفنيه. ده بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما انت بتاخد بعض القرارات الهامه، وهي قرارات تتعلق بالجانب التاديبي، والاهلي ما بيتاخرش في الامور دي اطلاقا اطلاقا. لما بيبقى في عدم التزام يستحق اللاعب العقوبه. العقوبه اتنفذت على كهربا؟ طبعا اتنفذت. التزم بيها اللاعب؟ التزم بيها تماما تماما بصراحه، ودي حاجه تحسب لكهربا. لكن البعض بيتكلم وبيتطرق ليه ان خلاص كهربا اخر موسم ليه مع النادي الاهلي. الكلام ده غير حقيقي وغير واقعي، ولسه بدري على نهايه الموسم، وكهربا عنصر مهم في صفوف الفريق اللي بيشارك في مختلف البطولات وبينافس عليها بكل قوه. اذا الاهلي في حاجه لكل لاعب متواجد، في خطا بيبقى في عقاب، ينتهي العقاب انت موجود تلتزم تكمل، حصل خطا تاني الاهلي برضو بياخد قراراته، واحنا متعودين كده دايما داخل النادي الاهلي يعني، دي حاجه معروفه. فده ايضا توضيح مهم بخصوص كهربا. يجي موسيماني، كهربا ينزل تدريبات، قرار بقى ان هو يدفع بيه في المباريات، يكون موجود على الدكه يستبعده من المباريات، او مثلا يبقى يكون خارج قائمه من قوائم احدى المباريات، ده قرار خاص بالمدير الفني. لكن ما فيش اي نيه لاطلاق لابعاد كهربا بشكل تام وكامل عن المباريات، الكلام ده مش حقيقي ومش موجود خالص، وخدوا مننا اللي احنا بنقوله لحضراتكم. ده فيما يتعلق بكهربا، وده الامر الثاني اللي انا حبيت اتكلم فيه مع حضراتكم. لكن جزئيه غايه في الاهميه، وهي تتعلق بمصابي النادي الاهلي، واحنا في الحقيقه عندنا عدد من المصابين في صفوف الفريق، اصابات مختلفه ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيهم ويرجعوا سريعا. لكن انا حابب ان انا اتكلم مع حضراتكم واقول لكم كل تفصيله بتتعلق بكل لاعب. خلينا نبتدي بمين؟ بوليد سليمان. وليد سليمان احد اللاعبين المهمين جدا في صفوف الفريق، ولحد ما كان يعني الاصابه جات له، دي طبعا لقطات من البرنامج التاهيلي اللي بيقوم بيه وليد سليمان مع دكتور محمود حمدي، وهو احد افراد الجهاز الطبي والتاهيلي بالنادي الاهلي. محمود حمدي بيأهل وليد سليمان زي ما حضراتكم شايفين كده، وليد سليمان باذن الله تعالى يشارك مع اول مران للنادي الاهلي بشكل طبيعي. اول مران ده اللي هو امتى؟ اللي هو بعد بكره يوم الثلاث، اول مران للاهلي بعد الاجازه اللي كانت 5 ايام عقب الانتهاء من مباراه فيتا كلوب. هل هيشارك وليد في التدريبات الجماعيه وكل الفقرات؟ هيشارك في اغلبها، هو خلاص الحمد لله بقى سليم تماما، مفيش اي مشكله خالص والراجل موجود وكل حاجه. لكن اي احتكاكات بخصوص وليد سليمان في داخل التقسيمه او حاجه، لا هيتم تجنيبه يعني ابعاده عنها علشان ما تعودوش الاصابه لفتره قليله قوي، وبعد كده يشارك في كل الفقرات بشكل طبيعي. ده فيما يتعلق بوليد سليمان، واكيد عودته هتكون مهمه جدا بالنسبه للفريق. طيب فيما يتعلق بمحمود وحيد. محمود وحيد احنا عارفين ان هو كان عنده شد او مزق في العضله الخلفيه، وبالمناسبه موضوع العضله الخلفيه ده يا جماعه من اصعب الاصابات، المزق بالتحديد بيبقى صعب جدا، ونسب عوده اي لاعب من العضلة الخلفية في فترة وجيزة بتبقى نسب دايما قليلة. أنا هقول لحضراتكم تفاصيل كتير في الجانب ده تحديدا. لكن محمود وحيد بعد تعرضه للإصابة خد حقنة البلازما بعد تعرضه للإصابة ب5 أيام، وأدى تدريبات تأهيلية أو عفوا تدريبات علاجية وبرنامج علاجي خاص بيه، قرب ينتهي منه. هينتهي منه إمتى؟ خلال أسبوع. بعد الأسبوع ده يبتدي البرنامج التأهيلي بالنسبة له اللي هيخليه يكون لائق للمشاركة في التدريبات الجماعية بإذن الله تعالى بعد ما يتعافى تماما من الإصابة مع المجموعة بشكل طبيعي. ده أمر كمان من ضمن الأمور الهامة وتتعلق بلعيب كان مميز أو أدى بعض المباريات بشكل جيد جدا بعد إصابة علي معلول، وهو محمود وحيد. هتكلم على علي معلول، هشوقكم شوية في موضوع علي معلول وهقول لكم كل التفاصيل اللي بتتعلق بيه. كمان طاهر، محمد طاهر هو طبعا متواجد مع المنتخب الاولمبي، لكن في تفصيله مهمه قوي انا حابب اقولها برضو لحضراتكم، بما اننا بنحب نحكي كل الكواليس اللي ممكن يكون بيهتم بيها اغلب جماهير النادي الاهلي. طاهر، محمد طاهر كان عنده تجمع دموي في الكاحل، تم التعامل معاه قبل مباراه فيتا كلوب،
التجمع الدموي ده تم كمان التغلب عليه من خلال الجهاز الطبي في النادي الاهلي بعد مجهود اكثر من رائع قاموا بيه على مدار الايام اللي سبقت مباراه فيتا كلوب، وكانت النتيجه واضحه جدا ان اللاعب اصبح جاهز تماما وبالتالي شارك في هذه المباراه وبالتالي كمان احرز هدف مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وهو الهدف الثالث للفريق في هذه المباراه. السوليه اكيد انضم النهارده خلاص لمعسكر منتخب مصر، لكن هو كان عنده اجهاد في العضله الاماميه قبل مباراه فيتا كلوب، وانا بقول لحضراتكم كل الايجابيات اللي بتتعلق بالجهاز الطبي دي علشان الكلام دايما بيبقى في اتجاه الهجوم على الجهاز الطبي بمجرد تواجد اصابات في الفريق، مع ان الاصابات دي حاجه طبيعيه جدا في كره القدم، حاجه طبيعيه قوي يعني، انت بقى ازاي بتتعامل معاها، ازاي بتقدر تجهز اللعيبه، ده امر ايجابي ومميز جدا. السوليه كان عنده اجهاد في العضله الاماميه تم تجهيزه قبل مباراه فيتا، شارك في المباراه وادى بشكل جيد وهو جاهز تماما لاي مباراه مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. طيب كريم نيدفيد مش عايز اقول فيه تفاصيل كتير جدا، لكن باذن الله هنتفاجئ بكريم نيدفيد داخل التدريبات خلال فتره قريبه جدا، هيشارك في التدريبات مع النادي الاهلي، الامور بالنسبه له ماشيه بشكل جيد، البرنامج التاهيلي ماشي بشكل رائع، وباذن الله واحد احد يكون كريم نيدفيد متواجد مع المجموعه في التدريبات الجماعيه قريبا جدا، مش عايز احدد ميعاد لكن قريبا ان شاء الله كريم نيدفيد هيكون متواجد. طيب ناس كتير بتسال على محمد محمود وانه بينتظم او موعد انتظامه مع الفريق في التدريبات الجماعيه. محمد محمود هينتظم خلال من 3 لـ4 أسابيع في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، احنا عارفين كان عمل 2 صليبي وبعد كده غضروف، الموضوع صعب شويه بالنسبه لاي لاعب بيمر بهذه الظروف في الحقيقه يعني، لكن 3 4 أسابيع يكون متواجد مين؟ محمد محمود في التدريبات الجماعيه مع الفريق بشكل طبيعي. طيب ممكن حد هنا يروح سالنا ايه، يقول لك طب يعني هو كده بمجرد ما يرجع ويشارك في التدريبات الجماعيه يلعب مباريات عادي؟ لا. ليه بقى؟ لان 3 إصابات في الركبه امر صعب على اي لاعب ان هو يرجع على طول ويشارك في التدريبات، بقالك كتير ما بتلعبش كوره، يعني بقالك كتير ما بتلعبش كوره، فهتاخد كمان شهر او شهر ونص علشان يتم الاطمئنان عليه بشكل كافي وتام، ومن ثم يكون متاح لمين؟ للجهاز الفني، يبقى تحت تصرف الجهاز الفني، عايز يدفع بيه يدفع بيه، شايف لسه شويه ده حاجه بقى خاصه بالجهاز الفني، لكن بقول لحضراتكم المده الزمنيه اللي من خلالها محمد محمود ممكن تشوفه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي، بدايه من 3 4 أسابيع هيشارك في التدريبات الجماعيه، بعديها شهر او شهر ونص علشان يتم الدفع بيه في المباريات. دي ايضا من ضمن التفاصيل المهمه بتتعلق بمحمد محمود. لكن عندنا لعيب اخر غايه في الاهميه، هو مش مقيد في القائمه المحليه بالنسبه للفريق بسبب اصابته بالرباط الصليبي، فبالتالي كانت المده طويله، وهو محمود متولي. محمود متولي بيشارك في بعض الفقرات الخاصه بالتدريبات الجماعيه خلال الفتره الحاليه، علشان يبقى جاهز للمشاركه تماما محتاج فتره شهر ونص عشان نقول محمود متولي عفوا يقدر يشارك في المباريات، رغم ان هو مش مقيد فبالتالي مش هيشارك، لكن قصدي مثلا حتى في مباريات وديه بتاع يقدر يلعب عادي مفيش اي مشكله بالنسبه له، بس امتى؟ بعد شهر ونص بالظبط من دلوقتي، لكن هو ماشي بشكل كويس جدا والحمد لله مفيش اي شكوى ولا حاجه والدنيا بالنسبه له تمام، وهو عنصر من العناصر المهمه. اخر حاجه بقى عايز اتكلم فيها هي بتتعلق بعلي معلول. وعلي معلول دايما الكلام دايما بيكون كتير عليه بالتحديد في موضوع الاصابات، واحنا عارفين ان هو جاله مزق في العضله الخلفيه في مباراه بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، هذه المباراة التاريخية بكل تأكيد. علي معلول في تواصل وتنسيق تام ويومي، مش هقول لكم حتى شبه يومي، ده هو يومي فعلا، تواصل وتنسيق تام ما بين الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي والدكتور سهيل الشاملي طبيب المنتخب التونسي. حالة علي جيدة جدا وبتتطور بشكل إيجابي بشكل كبير جدا، المدة الزمنية بالنسبة له بتتراوح ما بين 2 أسابيع و3 أسابيع. من أسبوع بالظبط كان طبيب منتخب تونس طلع قال لك إحنا قدامنا 3 أسابيع على علي معلول، لا أنا بقول لحضراتكم لحد اللحظة دي هم 3 أسابيع، 2 أسابيع ده لو يعني إيه في تطور إيجابي قوي، وده بيبقى على حسب طبعا الحالة بتختلف من لاعب لآخر، يعني هو من 3 أسابيع لشهر بكتير علي معلول ممكن يكون متواجد مع الفريق. طيب هنا سؤال، علي معلول يلحق مباراة الزمالك بإذن الله تعالى يوم 18؟ يلحق حتى الآن، وطبقا للتطورات الإيجابية في حالة اللاعب
علي معلول يلحق مباراه الزمالك، هيلحق كده بتاع حوالي ايه 3 4 تدريبات قبل هذه المباراه، بالتالي مجرد ما يشارك والدنيا تبقى تمام في التدريبات يقدر يلعب المباراه باذن الله تعالى. لكن انا عندي جزئيه مهمه بخصوص العضله الخلفيه، وناس كتير جدا بتتكلم على ان العضله الخلفيه والاصابه بتعاود بعض اللاعبين. خليني اقول لحضراتكم ان النسب العالميه بخصوص الاصابات في العضله الخلفيه للاعبي كره القدم و عوده الاصابه دي للاعب بتتراوح ما بين 25 ل 30% نسب اللاعبين اللي بيرجع لهم الاصابه. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي على 10 لعيبه جالهم اصابه في العضله الخلفيه، وارد جدا انك تلاقي 3 منهم الاصابه رجعت لهم. هي كده. طيب ما ممكن واحد يقول لي طب ما احنا عشان نطمن نفسنا نطول المده في العلاج وفي تاهيل اللاعب عشان لما ينزل الملعب ما يتصابش. لا، مش مقياس اطلاق. انت حتى لو طولت المده كتير ممكن اصابه تعوده. هي العضله دي يعني صعبه شويه في علاجها، العضله الخلفيه وتحديد المزق في العضله الخلفيه. فالموضوع مش بيتعلق اطلاقا بتقصير من اي فرد من افراد الجهاز الطبي، وده ايضا توضيح مهم جدا، لان يعني في ناس كتير قوي اتظلمت سواء الجهاز الطبي اللي فات او ممكن يكون موجود دلوقتي. مش بتكلم عن النادي الاهلي بس، او مش بدافع عن الجهاز الطبي في النادي الاهلي بس، لا، الاجهزه الطبيه في مختلف الانديه ده امر بيبقى وارد حدوثه بشكل كبير وبنسبه كبيره. دي كل الاخبار والامور اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، وكان مهم قوي ان انا اضع حضراتكم في كل التفاصيل الجديده اللي بتتعلق بالفريق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا كمان تفاصيل اخرى سواء تتعلق بالاهلي على السوشيال ميديا او كمان تتعلق بمنتخبنا الوطني خلال معسكره الحالي وخلال استعداده للمباراه الاولى امام منتخب كينيا يوم 25 المقبل باذن الله. استنونا بعد الفاصل. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، لكن تحديدا دلوقتي هناخدها من خلال السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه في ترند الاهلي قالوا ايه. نبتدي بالحساب الرسمي لموقع في الجول على فيسبوك، واللي بيتكلم قبل التوقف الدولي نستعرض لكم ابرز ارقام وحصاد الدوري حتى الان. احنا امبارح كنا اتكلمنا مع حضراتكم في اقوى خط دفاع، وكان الاهلي والزمالك هم اقوى خط دفاع في الدوري حتى الان، او عفوا اقوى خط هجوم تحديدا، ده اللي اتكلمنا فيه امبارح، واحرزوا الفرقتين 23 هدف. لكن المره دي احنا بنتكلم على اقوى خط دفاع، والنادي الاهلي هو المتصدر في الجوله او في الاحصائيه دي تحديدا، تلقت شباكه 5 اهداف فقط في 11 مباراه، لكن الزمالك تاني اقوى خط دفاع استقبل 6 اهداف في 14 مباراه. ان شاء الله الاهلي، طبعا الارقام دي بتبقى مهمه جدا وتدل على مدى قوه فريقك، لكن خليني اقول لحضراتكم ان دايما بيكون الاهم الناتج اللي مع نهايه الموسم انك تفوز بالبطوله. الارقام بتكون مقياس او بتكون مؤشر، لكن دايما انت بتنتظر اللقب وده امر مهم. خلينا نروح لحساب الرسمي اليوم السابع على تويتر، واللي بيتكلموا على ان الاهلي يحذر لاعبيه من التهاون في الاجراءات الاحترازيه خلال الاجازه، وده امر طبعا مطلوب جدا من لاعبي النادي الاهلي وامر مفروغ منه، والالتزام اكيد موجود بشكل تام عند لاعبي الفريق تحسبا طبعا للتعرض للاصابه بفيروس كورونا، بعد الشر عن اي حد، كمان بخلاف لعيبه النادي الاهلي عن اي حد يعني من افراد جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي، يعني ربنا يسلم الجميع. لكن في كل الاحوال المهم قوي ان يبقى في التزام فعلا، واكيد في تواصل دائم ما بين اعضاء الجهاز الفني والاداري بالنادي الاهلي مع اللاعبين حتى في فتره الاجازه اللي هتنتهي بكره باذن الله، والفريق يتدرب بعد غد يوم الثلاثاء. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر في ترند الاهلي، وهو خبر مهم بصراحه لان الكلام كتير في الجزئيه دي. الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك وبيتكلموا على ان خطيب ولجنه التخطيط يدعمان بقاء بواليا في الاهلي، يحتاج للثقه. طيب بواليا هل لعيب عنده قدرات ولا ما عندوش؟ عنده طبعا قدرات ما شاء الله لا قوه الا بالله، قدرات بدنيه فنيه ممتازه جدا. يفتقد للثقه نوعا ما، بيفتقد للثقه وعدم التوفيق بحالفه، او ما فيش اي توفيق بحالفه خلال مبارياته مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. هل الامر ده يعني حصل مع بواليا بس؟ لا، حصل مع عدد كبير من اللاعبين ابرزهم، والمثال الابرز اللي احنا دايما بنتكلم فيه هو فلافيو اللي قعد سنه ما جابش غير جون واحد بس وبالصدفه في مباراه غزل المحله على ما اتذكر، وبعديها من خلال ثقه الجهاز الفني فيه بقى احد ابرز اللاعبين ان لم يكن ابرزهم في تاريخ النادي الاهلي، اللاعبين الاجانب تحديدا، يعني كمهاجم كمان كان فذ جدا يعني.
لكن بواليا مفيش اي كلام على رحيله يا جماعه. بالمناسبه بواليا موجود وله كل الدعم والثقه لحد باذن الله ما يقدر يحرز اهداف ويقدر يقنع جمهور النادي الاهلي بقدراته، في قناعه بقدراته طبعا، لكن دايما جمهور النادي الاهلي بينتظر الاهداف من المهاجم، لكن ايضا بيبقى ليه ادوار اخرى مختلفه بيقوم بيها داخل الملعب، لكن في قناعه تامه من الجهاز الفني بامكانيات اللاعب ومن لجنه التخطيط بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله يكون موفق خلال الفتره المقبله مع الفريق عقب انتهاء التوقف الدولي، وهو بالمناسبه متواجد في منتخب الكونغو، يعني دي حاجه جيده جدا بالنسبه له. خلينا نروح للوطن الرياضي ايضا، وحسابهم على فيسبوك كمان بيتكلموا على ان الاهلي يحذر اللاعبين من التاخير عقب انتهاء فتره الراحه بسبب المريخ. ما فيش حد هيتاخر ولا حاجه، التزام سمه اساسيه من سمات لاعبي النادي الاهلي، بمجرد ما الاجازه تخلص اللعيبه اللي الغير دوليه او اللي مش متواجدين في قوائم المنتخبات المختلفه هينضموا للتدريبات الجماعيه مع الفريق بشكل طبيعي بدايه من يوم الثلاث، الا لو حد استاذن او في تنسيق ما بينهم وما بين اعضاء الجهاز الفني او بالتحديد كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، لكن الالتزام طبعا موجود عند لاعبي النادي الاهلي، وانت هتبتدي تستعد طبعا لمباراه المريخ الهامه جدا يوم 3 ابريل باذن الله، وهي مباراه مهمه في اطار المنافسه على التاهل لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا اللي الاهلي ماشي فيها بشكل جيد تحديدا في دور المجموعات. نتمنى لهم كلهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. دي كانت بعض اخبار النادي الاهلي في ترند الاهلي وبالتحديد على السوشيال ميديا، لكن لسه بقى فيه اخبار كمان بتتعلق بالجانب المحلي، واللي بيهمنا خلال الفتره القادمه او الحاليه هو منتخبنا الوطني الاول وايضا المنتخب الاولمبي، الاخبار كتير بخصوصهم هنتكلم فيها بس بعد الفاصل، استنونا. طيب منتخبنا الوطني الاول بيستعد لمباراتين مهمين جدا جدا امام كل من كينيا وجزر القمر في اخر جولتين من التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه باذن الله تعالى. احنا ماشيين بشكل جيد، 8 نقاط، متصدرين هذه المجموعه، معانا كمان في نفس العدد من النقاط جزر القمر برصيد 8 برضه، فمهم قوي ان انت تحسم كل الامور خلال المباراه كمان المقبله امام كينيا، بعد كده جزر القمر هتجي لك هنا في القاهره تقدر باذن الله تتغلب عليها بكل سهوله وبالتالي تبقى متصدر لهذه المجموعه، فبالتالي ايضا كل الدعم والتوفيق للجهاز الفني المنتخب مصر كابتن حسام بدري وجهازه المعاون وايضا لاعبي المنتخب اللي تم اختيارهم خلال المعسكر الحالي. عايز اقول لحضراتكم بعض الاخبار، النهارده كان في مسحه طبيه لبعثه المنتخب الوطني بالكامل واللي هتسافر باذن الله يوم الثلاث، النهارده كان اول يوم في التجمع، دي بعض الصور الخاصه بالمسحه، كان متواجد طبعا نجوم منتخب مصر على راس القياده الفنيه طبعا كابتن حسام البدري المدير الفني المميز، وايضا بنشوف نجوم المنتخب متواجدين طبعا في الصور اللي حضراتكم شايفينها، كلهم يا رب نتمنى لهم كل التوفيق وندعمهم بشكل كامل جدا في مهمه وطنيه غايه في الاهميه. فبالتالي البعثه كلها عملت المسحه النهارده بما فيهم كمان رئيس البعثه وهو المهندس احمد مجاهد اللي هو رئيس اللجنة الثلاثية اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية، وده كان قبل المران اللي هيبتدي بعد أقل من نص ساعة من دلوقتي، هو أول مران للمنتخب في إطار الاستعداد لأولى مبارياته أمام كينيا خلال هذا التوقف الدولي. النهاردة كان مين متواجد؟ كل اللاعبين متواجدين اللي هم تم اختيارهم باستثناء المحترفين، المحترف الوحيد اللي كان موجود هو مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي واللي ماشي بشكل جيد مع فريقه التركي، وصل امبارح وكان متواجد مع البعثة النهاردة أو مع الفريق ككل خلال تواجدهم في مقر الإقامة وأثناء الإجراء الخاص بالمسحة، في انتظار طبعا انضمام الدوليين بشكل متتالي، وأنا أعتقد أن هم هيوصلوا يوم الاثنين، صلاح والنني وتريزيجيه، حجازي هيجي زي ما قلت لحضراتكم هيجي على المباراة الأولى على طول هناك في كينيا، ده الاقرب حتى هذه اللحظه، وطرد امبارح ففرص انضمام المعسكر اصبحت كبيره، لان احنا عارفين اتحاد جده كانوا رافضين انضمام احمد حجازي لمعسكر المنتخب، وده يحق لهم طبقا للاجراء الاخير اللي قام بيه الاتحاد الدولي لكره القدم ان يحق لاي نادي يمنع المحترف بتاعه ان هو يروح منتخب بلاده بسبب الفيروس كورونا والظروف الحاليه اللي بيمر بيها العالم كله. ف
بالتالي يعني دي اخر الامور واخر الاخبار بتتعلق بالمحترفين. خليني كمان اقول لكم ان بكره المران هيكون مفتوح اول ربع ساعه لوسائل الاعلام المختلفه، وهيكون متواجد عدد كبير من وسائل الاعلام لتغطيه اول 15 دقيقه في مران المنتخب، وهو المران الثاني بعد المران اللي هيكون النهارده، وهيكون بكره المران الاخير قبل السفر، لان بكره الاثنين السفر يوم الثلاث باذن الله على حسب ميعاد السفر. يعني ممكن لو السفر بالليل متاخر ممكن يكون في مران قبل السفر، ده هيتم التنسيق عليه من خلال الجهاز الفني المنتخب مصر والجهاز الاداري بكل تاكيد. المران بكره ايضا هيكون في تمام الساعه 6 مساء. طيب بما اننا بنتكلم عن منتخب مصر فخلينا كمان نروح نشوف الحديث عن المنتخب في السوشيال ميديا من خلال الترند المحلي قبل الترند العالمي. انا مستعجل شويه على الترند العالمي عشان بحب الكره العالميه في الحقيقه، لكن خلينا نبتدي بالترند المحلي. وحساب يلا كوره على فيسبوك وبيتكلموا على ان كواليس وصول المحترفين للانضمام لمعسكر المنتخب، مصطفى محمد وصل واتكلمنا خلاص في الجزئيه دي، هينضم للتدريبات النهارده موجود بشكل عادي، نتمنى له التوفيق مع منتخبنا. ومن المقرر كمان ان يصل الثلاثي محمد صلاح والنني وتريزيجيه يوم الاثنين 22 مارس، كلها عناصر غايه في الاهميه طبعا. يعني انفراجه قريبه كمان في مساله انضمام احمد حجازي خاصه بعدما تعرض للطرد في المباراه الاخيره بالدوري السعودي امبارح، اعتقد كانوا بيلعبوا الرائد في الدوري السعودي، اعتقد ان هو ده الفريق اللي كان بيواجهه اتحاد جده، اطرد احمد حجازي فبالتالي ممكن يكون متواجد مع المنتخب بشكل طبيعي، ده اللي هنتابعه خلال الساعات القليله المقبله. خلينا كمان نروح للحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، واللي بيتكلموا عن احصائيه مهمه قوي وهي بتتعلق بمواجهات مصر مع كينيا. قال لك الفراعنه مع كينيا في 12 مواجهه قبل صدام التصفيات الافريقيه، ايه اللي حصل في ال 12 مواجهه دول؟ لو بنتكلم على التصفيات الافريقيه تحديدا فمصر لعبت كينيا 4 مرات، مصر فازت فيه مرتين وكينيا مره واحده، والتعادل كان ايجابي 1-1 في مباراه وحيده اللي هي كانت في التصفيات الحاليه في استاد القاهرة على ما أتذكر، انتهت المباراة دي 1-1. لكن لو بنتكلم في العموم منتخب مصر لعب كينيا 12 مرة، المنتخب حقق الفوز في 8 مباريات وتعادلوا في 4، وسجل المنتخب 20 هدف واستقبل 4 أهداف فقط لا غير في مبارياته أمام كينيا. أول مواجهة كانت في المغرب، أو دي المواجهة يعني اللي كانت في بطولة الأمم الأفريقية 88 في المغرب، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-0. طيب دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بمنتخب مصر. عندنا اخبار تاني كمان، في خبر بيتعلق بالاهرام على تويتر، حسابهم الرسمي بيقول ان المنتخب الوطني يدرس المشاركه في كاس العرب. نسب المشاركه في هذه البطوله نسب كبيره حتى الان، هيتم الدراسه بشكل وافي وبعد كده هيتم اتخاذ القرار الاخير، لكن بقول لحضراتكم من الاقرب ان المنتخب هيشارك في هذه البطولة. طيب دي كانت بعض الأخبار المحلية اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني تحديدا، خصوصا في ظل الفترة الحالية وهي فترة التوقف الدولي. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأول. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل ونشوف آخر الأخبار العالمية. يلا بينا نبتدي الترند العالمي كالعادة بنجمنا المصري محمد صلاح، احد ابرز النجوم على مستوى العالم بكل تاكيد. واحنا بنبتدي الترند ده من خلال الحساب الخاص بليفربول نيوز على تويتر، واللي نشر تصريحات لاليساندرو ديامنتي احد اللاعبين اللي زملوا محمد صلاح في فيرنتينا. الراجل بيتكلم بشكل واضح جدا وصريح بخصوص محمد صلاح، وبالتحديد اول ما جه اللاعب لفيرنتينا معارا من تشيلسي، وقال الراجل ده اول ما جه ان محمد صلاح ده اول ما جه احنا ما كناش نعرفه، احنا كنا عارفين ان هو واحد بيلعب في تشيلسي وما لعبش كتير كمان، ما خدش دقايق كتير مع تشيلسي، لكن لما جه قلنا نشوفه يعني اول تدريب لمحمد صلاح. وده كلام على لسان اليساندرو ديامنتي. قال لك ايه؟ قال لك شفنا لعيب عادي واقل من عادي جدا في المران، واستغربنا يعني ازاي فورنتينا تجيب لعيب زي ده، وازاي اصلا تشيلسي تعاقد مع لاعب زي ده. لكن بعد مرور اسبوع او اسبوعين كمان من تواجد محمد صلاح في التدريبات مع الفريق، اكتشفنا مدى قدراته ومهاراته الرائعه والسرعه الكبيره اللي بيمتاز بيها اللاعب، وكمان ده وضح خلال اول مباراه لعبها وهو كان شارك في اخر نص ساعه في هذه المباراه وتالق بشده، فعرفنا مدى قيمه محمد صلاح ومدى اهميته بالنسبه لفريق فيرنتينا في هذا التوقيت. قال كنا نتمنى ان هو يستمر معنا، لكن هو بعد كده اختار الانضمام لليفربول. فده برضو امر مهم جدا بيبين قد ايه لازم الواحد يشتغل على نفسه كتير عشان
يظهر قدراته اللي بيتمتع بيها، وبعد ما يظهرها لازم يطورها كمان، وده في الحقيقه اللي بيقوم بيه نجمنا المصري محمد صلاح. خلينا كمان نروح لبايرن ميونخ، بايرن تحديدا الفريق الابرز على مستوى العالم. خلال حسابهم على تويتر بيحتفلوا بفوز الفريق برباعيه على شتوتغارت. سجل اهداف مين بقى تلقائيا كده اهو قبل حتى ما نشوف، يعني ليفاندوفسكي 3 ده الطبيعي بتاعه، يعني راجل خارق بصراحه كمهاجم ما شاء الله عليه يعني، وهنتكلم على خارق اخر بعد شويه. هو الدوري الالماني عنده ابرز اثنين مهاجمين في العالم، ليفاندوفسكي وهالاند. المهم يعني المباراه دي انتهت بفوز بايرن 4 على شتوتغارت، 3 لليفاندوفسكي وهدف لجنابري. ليفاندوفسكي بيجيب اهداف بكل الطرق، بالراس باليمين بالشمال، ابرز مهاجم واحسن لاعب في العالم من خلال الفيفا، متصدر جدول الهدافين بكام يا جماعه؟ ب 35 هدف، ده حتى الان يعني لسه الدوري الالماني ما خلصش وهو الهداف الاول في الدوريات الاوروبيه. ف 35 هدف ده عدد كبير قوي، عدد وافر من الاهداف في الحقيقه بالنسبه لليفاندوفسكي، لاعب مهم قوي. خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من حساب ألاند نفسه، وهو أحد أبرز اللاعبين دلوقتي على مستوى العالم بالتحديد في خط الهجوم، وهو لاعب بورسيا دورتموند. دورتموند لعبوا مين؟ لعبوا امبارح مع كولن في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. طيب التعادل الإيجابي 2-2، مين اللي هيجيب الجونين؟ هو ألاند برضه الراجل. بص الكرة دي لو ينفع نعيدها يا بيبو، بص الراجل خد الكرة استلمها وحط التاني في ظهره، حط المدافع في ظهره، شكرا يا بيبو، استلام وكسر على جوه على طول، ما بيهزرش، هو اتجاهه الوحيد الجون، ما عندوش غير كده، انا لازم اجيب جوان كل ماتش مش جون واحد حتى يعني. فجاب هدفين وده معدل قليل بالنسبه له، هالاند ما شاء الله عليه يعني مهاجم قوي جدا، وده الهدف الثاني بالنسبه له. هو بيتكلم على حسابه الرسمي على تويتر وبيعتذر لجماهير بورسيا دورتموند بعد التعادل 2-2 مع كولن، وقال ان التعادل ده هيكون حافز بالنسبه لنا علشان نواصل مسيرتنا خلال الفتره المقبله. هو كان في البدايه دورتموند تقدموا بهدف، ثم كولن اتعادلوا وكولن كمان تقدموا بالهدف الثاني، وبعد كده تعادل في الاخر خالص هالاند في الوقت بدل ضايع بالهدف الثاني عشان النتيجه تبقى 2-2. طيب دي كانت ابرز الاخبار العالميه بشكل عام، وكلمنا في تفاصيل كتير جدا فيها. خلينا كمان نروح لتفاعل حضراتكم بشكل سريع، وكان سؤال الحلقه انتوا في رايكم شايفين الانسب لشاره قياده المنتخب تكون بالاعداميه ولا باختيار الجهاز الفني؟ بسرعه ناخد عصام سمير، قال لو شاره منتخب مصر لازم يكون راجل قد المسؤوليه ويرفع من معنويات اللعيبه، وانا من وجهه نظري الشخصيه الشناوي بلا منازع عشان قائد حقيقي واستحق شاره الكابتن اللي منتخب مصر، او كل التوفيق كمان لمنتخب مصر، بتمنى التوفيق. هو هنا يعني بيقول لك ايه، تكون باختيار الجهاز الفني، لان لو بالاعداميه اعتقد ممكن يكون النني هو اول واحد، او عمرو السوليه كمان قبليه اعتقد يعني، لكن في كل الاحوال ده كان راي من ضمن اراء الجماهير بخصوص هذه الجزئيه تحديدا يعني. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، حلقه كانت مهمه واتكلمنا فيها في تفاصيل كتير جدا سواء على المستوى المحلي والعالمي، وبالتحديد كمان كل ما يخص نادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.